في إطار تظاهرات الأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني في طبعتها 67، دشن السيد مدير شرطة الحدود منشأتين أمنيتين مقر الأمن الجديد بدائرة رأس العيون وتزولت، استجابة للمديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء مقرات أمنية حضارية جديدة، إلى جانب تدشين 8 سكنة وظيفية ومركز طبي على مستوى بلدية باتنا. هذا إلى جانب افتتاح المعرض الخاص بمختلف الأجهزة بتقنية حديثة ومتطورة خاصة بقطاع الأمن، على أن تستمر فعالية الطبعة نهاية الأسبوع الجاري.